بحضور سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. افتتح نادي راشد للفروسية وسباق الخيل مساء أمس موسم سباقات الخيل 2024-2025 في أجواء مفعمة بالإثارة والحماس، حيث انطلقت المنافسات على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة. وافتتح الموسم وسط أجواء استثنائية جمعت بين عراقة النادي وحداثة الإضافات التطويرية الجديدة مع تدشين السباقات الليلية لأول مرة في تاريخ النادي. وأضفى هذا التغيير أبعادا جديدة للمنافسة ليعيش الجمهور تجربة فريدة من نوعها تحت الأضواء الكاشفة، ويضيف بعدا مشوقا لأحداث السباقات، مما يعكس التطور المستمر للنادي ورؤيته الطموحة لتعزيز مكانة سباقات الخيل. كما عكس هذا السباق الافتتاحي جاهزية نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لموسم استثنائي مليء بالتحديات والمنافسات المثيرة، في خطوة تبرز دور البحرين الرائد في رياضة سباقات الخيل وتضيف إلى تاريخها الرياضي العريق. هذا وتم تتويج الفائزين بكؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة، حيث قام سمو الشيخ تركي بن راشد بتقديم كأس افتتاح الموسم للشوط الثامن إلى المضمر الفائز ألين سميث، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز هادي إبراهيم العفو، فيما قدم سمو الشيخ فيصل بن راشد كأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز ألين سميث. كما تسلم سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى آل خليفة كأس الشوط الثالث من سمو الشيخ عيسى بن راشد، والذي قدم كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز حسن عبد الله، فيما قدم سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد آل خليفة كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، كما قدم كأس الشوط الرابع إلى عبد الله فوزي ناس. هذا وقد اشتمل السباق الافتتاحي على 8 أشواط.